حوار لا تنقصه الصراحة والموضوعية ودردشة سياسية اجتماعية مع ضيفتي الكريمة الدكتورة عواطف سراج الدين. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. اتقابلنا قبل كده واتكلمنا على وقع أيوة التاريخ، بالظبط. اتكلمنا على مسار ومسيرة للمصريين خلال سنوات محددة، واستخرجنا الكثير من العلامات المضيئة واللقطات المحزنة والتحديات، لكن مركب الوطن وصلت بنا إلى هذه النقطة. النهاردة احنا في محيط إقليمي صعب جدا، تأثيره علينا، على مزاجنا، على وضعنا، على شخصياتنا، على شخصية ولادنا. شايف المشهد إزاي؟ الحقيقة أنا شايفة أن مصر بتمر بمرحلة من أخطر المراحل التي تعرضت لها منذ زمن طويل. يعني لو أنا قصت كل رئيس دولة أو حاكم دولة عندما حكم مصر كانت ظروفه إيه، أجد أن سيادة الرئيس في وضع حرج جدا، في وضع صعب جدا، جه في ظروف صعبة جدا، واستمرت هذه الظروف وبتزداد زي ما احنا شايفين على المستوى العالمي، التي بتؤثر على الداخلي عندنا وعلى المنطقة العربية وعلى العالم كله. حياتك او الشعب المصري نفسي ان هو يبقى يستريح ويفهم ان مش مصر بس بتمر بالظروف اللي احنا فيها. انا كنت في اوروبا وبزور الشعب الفرنسي بيعاني، في انجلترا الناس بتعاني. اذا عندما يحدث زي ما حدث في أوكرانيا ومع روسيا وما يحدث الآن في غزة، بتبقى ليها مدلول وبتبقى ليها انطباعات وتأثيرات على ما يحدث في العالم كله. يعني لماذا تتأثر الحالة الاقتصادية في أوروبا وهم قوة اقتصادية وناس منظمة جدا ما عندهمش مشاكل زي عندنا؟ صحيح. ولا كان عندهم ثورات في يناير، ولا كان عن ولا الدنيا كانت على وشك ان مصر محطوطة تحت التقسيم، والمشروع الموضوع الشرق الأوسط الكبير الشرق الأوسط الكبير، وما سمعنا عن هذا وذاك لولا وقفة الشعب المصري واللي انت بتتكلم عنه حضرتك. وقفنا هذا المخطط الذي لم تنجح فيه الكثير من الدول للأسف الشديد، التي ما زلنا نحزن عليهم كأشقاء عرب ما حدث في ليبيا وما حدث في العراق وما حدث في سوريا وما يحدث الآن في الدولة الشقيقة السودان التي كانت هي صحيح. ومصر توأم روح صحيح. واحد. وأنا أعتقد أن ما يحدث في السودان من أخطر ما تتعرض له مصر الآن. شفت؟ تخيل بقى، يعني أنا ممكن أسيب كل حاجة بنتكلم عنها، غلاء أسعار الدولار الذي تحول من دولار إلى سلعة، سلعة. أنا مش مصدقة. صحيح. لماذا؟ ولماذا النفوس الضعيفة من بعض مننا وليس الكل يستغل هذا الموقف في ارتفاع غلاء أسعار، سواء صحيح. كان عن قصد أو غير قصد، أو إن فعلا تعرض إن الأسعار عليت أو ما عليتش مؤامرة وغير مؤامرة، لكن لا بالظبط. حضرتك، لا أقف عند نقطة السودان. أنت بتستشعري طبعا الخطر الأكبر والأعظم هو ما يدور في السودان على مصر. طبعا ليه؟ السودان طول عمرها هي العمق الاستراتيجي لمصر والعمق الأمني في مصر. أنا أستدعى جملة قالها النحاس باشا رحمة الله عليه: الحمد لله عليك الله. تقطع يدي ولا تفصل مصر عن السودان. عندما كان الإنجليز باستمرار عايزين ده ياخدوا مشروعهم الأساسي، مشروعهم الأساسي نفك مصر عن السودان،